بسم الله الرحمن الرحيم. حضورنا الكريم باسم نادي الامارات رياضه السيارات نرحب فيكم في مؤتمرنا الصحفي للاعلان عن تاسيس النادي ومؤسسه الشيخ عبدالله بن فيصل القاسمي. الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي هو the vice chairman of the organizing committee. انطلقت منها رياضة السيارات وتطورت وتنوعت فعاليتها على مستوى الدولة. أكرر الشكر والترحيب بكم وأنقل الكلمة للشيخ عبد الله بن فيصل القاسمي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور الكرام، أكرر شكري على حضوركم هذه المناسبة ويسعدني الترحيب لكافة الإخوان والأصدقاء من رجال الصحافة المكتوبة والمرئية التي ستتألف من ثلاثة جولات تبدأ بنهاية الأسبوع الحالي مع الجولة الأولى، ثم الجولة الثانية في شهر أبريل المقبل وأخرى بشهر مايو، وستقام كل منها على مدى يوم واحد يسبق يومان لغرض الاستعداد والتمارين على الطرق والمراحل الصحافية. وللعلم فإن الجولة الأولى ستنطلق من كورنيش بحيرة خالد في الشارقة مساء يوم الجمعة القادم بتاريخ 7 مارس المقبل، على أن يقطع متسابقه مراحل الرالي والتي سيبلغ عددها 6 مراحل خاصة يوم السبت قبل عودتهم إلى خط النهاية، حيث يتوج الفائزون عند الساعة 4 بعد الظهر. ختاماً، ومنطلق خبرتي السابقة في مجال رياضة السيارة البناءة سعياً وراء تحقيق الهدف الذي أسسنا النادي لأجله، شاكراً لكم حضوركم وتغطيتكم للحدث. أخذت سير السباق والمراحل وطوله كم كيلو؟ So it's 120 kilometers total. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء تعريف الحدث اليوم، تعريف عن النادي واشهار النادي وترجيع رياضه الراليات للدوله. والله الحدث هو جهود حثيثه لاعاده رياضه السباق السيارات كما كانت عليه في السابق. انت عارف من فتره طويله وقفت الرياضه هذه عندنا، فنحن يعني نسعى نعيدها ونشجع الشباب بانهم يعني يطلعون نشوف ابطال منهم باكر ان شاء الله.